حصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على معدلات متقدمة في رضا المستفيدين من خدماتها المقدمة في قطاع التنمية الاجتماعية، وجاء ذلك في نتائج استبيان حول قياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية للعام 2017. سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أكد اهتمام الوزارة بقياس مستويات الرضا عند المواطنين والمستفيدين من خدماتها بصورة دورية، وذلك سعيا للارتقاء بمعدلات الأداء ورفع جودة العمل بهدف تحقيق أقصى درجات الرضا عند المواطن من حيث سرعة تقديم الخدمة وبأقل إجراءات ممكنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتيسير على المواطنين وإيصال الخدمات إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة وسرعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى السعي الحثيث والمتواصل نحو تحقيق المزيد من نسب الرضا عند المستفيدين من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شمل 21 خدمة، وشارك في الاستبيان 1855 مواطنا ومواطنة من المستفيدين من خدمتها، حيث بلغ متوسط الرضا العام 78%، وذلك في إطار المساعي نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع. يهدف الاستبيان إلى الحصول على مؤشرات رضا المواطنين تجاه الخدمات المقدمة ودور الوزارة في تسهيلها وتوفيرها وتطويرها، حيث تم تسجيل ملاحظات ومقترحات المواطنين في الخدمات التي تحتاج إلى تطوير وتحديث ليتم دراستها والتنفيذ الممكن منها سعيا لتحقيق رضا المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.